لو اتكلمنا عن محصول قصب السكر من حيث الأهمية، هو من أهم المحاصيل الاستراتيجية اللي بتعتمد عليها الدولة بشكل كبير جدا لتوفير احتياجات المواطنين. ده اللي بيخلي وزارة الزراعة بتقدم إرشادات للمزارعين بتوصيات فنية تحافظ على محصول قصب السكر. ده طبعا بالإضافة للدور اللي بيقوم به معهد بحوث المحاصيل السكرية، سواء على مستوى البحوث الزراعية أو تقديم التوصيات اللي بتساعد على زيادة الإنتاج وتحسينه. ده اللي هنتكلم فيه بشكل أكبر مع ضيفنا اللي بينضم لينا عبر كاميرا أكسترا نيوز، دكتور أيمن عش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية. صباح الخير دكتور أيمن. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا محمد. دكتور، لو نبدأ في الأول من الدور اللي بيقوم به المعهد في تحسين وزيادة إنتاج محصول قصب السكر في مصر باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية. هو طبعا معهد بحوث المحاصيل السكرية هو أحد المعاهد البحثية اللي موجودة في مركز البحوث الزراعية، اللي هو يعتبر الجامعة الزراعية الكبيرة الموجودة في مصر وأكبر جامعة موجودة في الشرق الأوسط ويمكن في أفريقيا كمان. معهدنا معهد المحاصيل السكرية هو معهد نوعي بيحوي كافة التخصصات المتعلقة بالمحاصيل السكرية اللي بتخدم إنتاج المحاصيل السكرية. المعهد هو اللي منوط بإنتاج أصناف قصب السكر وتطويرها وإنتاج الأصناف عالية الإنتاج وذات المواصفات العالية، زائد الخدمات اللي بتقدم للمحاصيل السكرية عموما، سواء كانت قصب سكر أو بنجر سكر أو المحاصيل الأخرى زي الذرة السكرية. ودية الخدمات اللي بتقدم على برامج التغذية بتاعتها أو برامج المقاومة للآفات والأمراض اللي بتحصل، وتطوير التكنولوجي بتاع الزراعة بتاعت هذه المحاصيل لرفع الإنتاجية الرأسية. طب بما أنكم منوطين بهذا الأمر دكتور أيمن، خلينا نعرف من حضرتك أهم النصايح اللي ممكن نقدمها للمزارعين اللي بتخص طبعا زراعة قصب السكر وبنجر، أيضا زراعة البنجر، عشان نعرف إزاي نقدر نحافظ على المحصول، إزاي نقدر نوصل لأكبر إنتاجية ممكنة والمفروض يتعمل في هذه الفترة من السنة. هو طبعا حضرتك احنا دلوقتي في موسم زراعة البنجر، يعني احنا دخلنا في موسم زراعة بنجر السكر. تمام. فهبتدي بالكلام على بنجر السكر لإخواننا المزارعين اللي هم بيبتدوا دلوقتي في الإعداد لعملية الزراعة. أحب أقول لهم إن أهم عملية في حياة بنجر السكر كله اللي بتضمن إنتاجية عالية هي تجهيز الأرض للزراعة تجهيز جيد جدا. لازم تكون الأرض مجهزة بشكل جيد، عمليات الحرث والتنعيم تكون بشكل جيد اللي هتضمن عندي الكثافة النباتية المثلى للنباتات في الحقل، والكثافة النباتية هي اللي هتنعكس في الآخر على الإنتاجية الفدانية اللي احنا بنرجوها من الزراعة واللي هتعود على المزارع بالدخل الزيادة يعني. فطبعا في عمليات الزراعة زي ما قلت لحضرتك لا نبخل عليها إطلاقا المرحلة دي، وبعد كده تتم الزراعة ولازم نحافظ على إن مسافات الزراعة بتاعتنا بين النباتات إنها تكون في حدود 15 سنتي علشان نضمن وجود من 35 ل 40 ألف نبات في الفدان اللي هيضمنوا لنا إنتاجية عالية. الحاجة الثانية عدم المغالاة في الري. أنا عندي في ده بحد أدنى ده. إحنا عندنا المتوسط المفروض عدد الجور أو عدد النباتات أيوة فندم من 35 ل 40 ألف نبات في الفدان. تمام. بالنسبة لبنجر السكر، الحاجة الثانية إن بالنسبة لبنجر السكر الرية الوحيدة اللي بتحتاج كمية مية كافية هي رية الزراعة، علشان ديت اللي بتعمل عملية تشرب للبذور اللي تم زراعتها بالمية، وبالتالي تسمح بالأجنة في هذه البذور إنها يحصل لها عملية إنبات. بعد كده عمليات الري في البنجر لازم تكون بنسميها كده، المزارع عارف الاصطلاح، ري على الحامي، يعني المية بينزل المية في الأرض، المية ما تعديش تلتين الخط، وبعد ما توصل لتلتين الخط يقفل المية عن البنجر، ودوت علشان تحمينا من أعفان الجذور وفي نفس الوقت تسمح للجذور بالتنفس وبالتالي تديني أحجام وإنتاجية أكبر. طيب دكتور أيمن، العناية بمحصول قصب السكر ده بيختلف حسب فصول السنة والشهور في السنة، ولا بتبقى هو نفس الاستراتيجية المتبعة طوال السنة؟
هو حضرتك القصب السكر هو محصول بيقعد 12 شهر في الارض، وكل محصول في المحاصيل ليه مراحل نمو، اللي هي مرحله اللي بنسميها مرحله البادره، مرحله النمو الخضري، مرحله النمو لحد ما بنوصل لمرحله النضج والحصاد. وكل مرحله من المراحل ديت بتحتاج لعمليات زراعيه معينه. ففي البدايه مثلا في مرحله الانبات بيبقى عندي عمليه العزيء مهمه جدا، الدفعات الاولى من التسميد اللي انا بحطها، وبعد كده هو برضو بتستمر معايا عمليه العزيء ديت لمده شهرين بعد الزراعه. في الري بيبقى فيه ريات قصيره بالنسبه لقصب السكر، فترات بينها قصيره علشان نضمن انبات اكبر عدد من البراعم في الحقل، وبالتالي نزود الانتاجيه. والدفعات السماديه بعد ما بيوصل القصب لعمر 4 شهور تقريبا او اكتر شويه، بيبتدي القصب النموات بتاعته زي ما بيتقال كده بتقفل على بعضيها، وبالتالي بيبقى الدخول للحقل اصلا عمليه صعبه او لاجراء الخدمات بتاعتها. فبيبقى عندي مفيش غير عمليه الري هي اللي بنعتني بيها على حسب حاجه النبات طول فتره حياته في الارض. تمام. طيب دكتور أيمن، ممكن حضرتك تكلمنا من فضلك على دور المعهد في تغيير الأسلوب أو النمط الزراعي لقصب السكر تحديدا في مصر على مدار السنوات اللي فاتت؟ هو الحقيقة احنا في مصر الطريقة اللي بنزرع بيها لحد دلوقتي بنسميها الزراعة التقليدية. تمام. والزراعة التقليدية ديت اللي بتتم على مستوى العالم كله، والموضوع فيها بسيط جدا، ان المزارع بيبتدي يخطط الارض بتاعته، بيجيب التقاوي بتاعه القصب بتاعته عباره عن عيدان القصب لان القصب بيتكسر خضريا، بيجيب عيدان القصب ديت تقريبا من 4 ل6 طن للفدان، بيبتدي يوزع العيدان ديت على الخطوط ديت، وبعد كده بيعمل عمليه ترديم والري والانبات. بس كان في مشكله على مستوى العالم باستخدام هذه الطريقه، ان انا ما بضمنش الكثافه النباتيه اللي موجوده في الحقل بسبب عوامل كتيرة جدا داخل فيها عمليات الإنبات بتاعة البراعم نفسها أو تأثير البراعم على تأثير البراعم على بعضها، عندي كمان الأمراض والأفات اللي ممكن تكون بتصيب البراعم وهي أساسا في الحقل قبل ما تتكسر وتستخدم كتقاوي، عوامل كتيرة جدا. الحاجة التانية إن برضو ما بنعرفش نظبط توزيع النباتات في الأرض. ليه؟ لأن أنا برمي العود بالكامل، العود دوت فيه بعض البراعم منه بتنبت والبعض التاني ما بينبتش، ولكن مفيش معدل منتظم للإنبات أو لمسافات الإنبات، وبالتالي بنلاقي مسافات الزراعة متباينة، فممكن نلاقي مناطق بالظبط كده، فبنلاقي الكثافة النباتية وتوزيع النباتات بيبقى مختلف.